إجراءات التعامل عند الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد في مواقع عمل شركة نفط الكويت. فور الاشتباه بحالة إصابة بفيروس كورونا المستجد COVID-19 في مكان عملك، قم بارتداء مستلزمات الحماية الشخصية الخاصة بك، الكمامات والقفازات أولاً، ثم أطلب من جميع العاملين المتواجدين في الموقع القيام بالإجراء ذاته. أطلب من الشخص المشتبه بإصابته ارتداء مستلزمات الحماية الشخصية المعدة لذلك في حقيبة طوارئ COVID-19، وتأكد دائماً من الحفاظ على مسافة عزل كافية لا تقل عن مترين من المصاب. إذا لم تتوفر حقيبة طوارئ COVID-19 في مقر عملك، أطلب من المصاب لبس الكمامات والقفازات الطبية. إذا كان المصاب يعمل في مكتب خاص به لا تقم بتحريكه، أطلب منه البقاء في مكانه لتجنب مزيد من التلوث لمكان العمل. أما إذا كان المصاب يعمل في مكان مشترك مع الآخرين كغرفة التحكم أو مكاتب الاستقبال، قم بنقله إلى غرفة العزل المخصصة لذلك في منشأتك. في حال لم تتوفر غرفة للعزل في مقر عملك، أطلب من المصاب الانتقال إلى مكان منعزل عن الآخرين. مواصفات غرفة العزل: يفضل أن تكون ذات أرضية صلبة، وأن تحتوي على أقل عدد ممكن من المفروشات، مع تجنب وضع السجاد أو أي مواد من الممكن أن تمتص السوائل. يجب أن تكون مجهزة بطاولات وكراسي ذات أسطح صلبة بلاستيك أو معدنية ومواد للتعقيم. تأكد من معرفة جميع العاملين في الموقع بحالة الإصابة، وأطلب من أي شخص كان على اتصال مباشر بالشخص المصاب أن يعرف عن نفسه. لا تسمح لأي شخص بمغادرة الموقع أو الدخول إليه قبل وصول فرق الطوارئ. الاتصال برقم الطوارئ 160 فور احتواء الموقف. يقوم المشرف على الموقع بالاتصال بمركز الطوارئ 160 والإبلاغ بوجود حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا. سيقوم مركز الطوارئ بدوره بإبلاغ الجهات المسؤولة وإرسال فرق الطوارئ المعنية. في هذه الأثناء سيقوم مشغل مركز الطوارئ بمساعدتك في التعامل مع الحالة وتقصيها. لا تتردد في طلب أي مساعدة إضافية أثناء المكالمة أو معاودة الاتصال في أي وقت. تأمين وعزل موقع العمل: سيقوم فريق الأمن بالسيطرة على جميع المخارج والمداخل حتى وصول فريق الطوارئ المختص. سيقوم ممثل فريق الصحة والسلامة والبيئة بتحديد موقع الشخص المصاب وجمع كافة المعلومات عن الحالة. بالتنسيق مع مشرف الموقع سيتم تحديد جميع الأماكن التي تردد عليها المصاب قبل العزل والمعدات التي استخدمها منذ مغادرة منزله، بما في ذلك وسائل النقل التي استخدمها. إدارة حالة الإصابة بفيروس COVID-19: سوف يقوم المسعفون بتأمين الحالة ونقلها إلى المرفق الطبي المخصص من قبل وزارة الصحة، فيما يجب على جميع العاملين الذين كانوا على اتصال مباشر بالحالة المشتبه بها ارتداء مستلزمات الحماية الشخصية الخاصة بهم والبقاء في أماكنهم حتى الانتهاء من عملية تعقيم المنشأة، ومن ثم التوجه لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة في المراكز الطبية التابعة لعنوان سكنهم. تنظيف وتعقيم المنشأة وإزالة التلوث: سيقوم فريق الصحة والسلامة والبيئة المعني بعملية إزالة التلوث من موقع العمل وتطهيره. العودة إلى الوضع الطبيعي: سيعلن فريق عمل الصحة والسلامة والبيئة أن الموقع آمن للتشغيل بعد استكمال عملية الفحص والتأكد من خلو موقع العمل من أي تلوث. لنتعاون معا من أجل بيئة صحية وآمنة للجميع.